ورش وصلنا لمساحة جديدة من مساحاتنا رح نكون فيها بعالم الثقافة والفن والإبداع وبلمسات أنثوية خاصة. اليوم رح نستقبل ضيفتنا ونتعرف اليوم على مهارتها وسنة وأكثر من 20 سنة بعالم الرسم العجمي والعديد من المعارض الفردية والجماعية. أكيد بيسعدنا نرحب بالفنانة التشكيلية تغريد الشيباني. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. هلا بك. أهلا وسهلا تغريد. يسعد صباحك. دائما الفن مرتبط بالجمال وبالأرواح، ودائما نحن بنقول كل لوحة بنشوفها لفنان بيعكس روحه على هيئة اللوحة. أكيد. قبل ما نفوت بتفاصيل الفن والمعارض خلينا نتعرف عليك أكثر. أهلا بك. أنا مدرسة لمادة التربية الفنية من أكثر من 20 سنة. نعم. وبحب الرسم بشكل يعني، فأنا بتعامل معه كهواية ومحبة، وبتعامل من خلال الرسم مع الأطفال. بتحسي حالك أنك أنت عم ترسلي في رسالة حلوة كتير عم بتأديها. صحيح. فأنا وبعدين بلشت بلوحاتي، فأنا حبيت أني جسد نفسي مو بس كعمل تدريسي، كأني وجه كمان فني للوحات. وبعدين بلشت بفكرة المعرض. الفن التشكيلي هو مدارس، وكل فنان بيستهوي مدرسة معينة. خلينا نحكي عن المدرسة اللي استهويتك. أنا بالنسبة للمدارس يعني ما في مدرسة معينة، تحسي كل موضوع بياخذك لمكان معين. فبحب أن يكون المواضيع اللي بستخدمها أو اللي بشتغل فيها تكون واضحة، والقارئ اللي يشوف اللوحة يقرأها بسهولة. فبتحسي المدرسة الموضوع بيفرض المدرسة، مو المدرسة بتفرض الموضوع. فأنا ما في مدرسة معينة متجهتها، لا. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفنان التشكيلي، إن كان بالرسم وإن كان بالمنحوتات. دائما المعارض والمشاركات بتعطي إضافة. طبعا. اليوم أي معرض حضرتك بتتأثري وبتتأثري بالعمل الموجود ضمن المعرض، وخاصة إذا كان اليوم العمل الجماعي. خلينا نحكي اليوم عن مشاركاتك بالمعارض الجماعية، وأكيد كان لك مشاركات فردية. أكيد. أنا بداية بديت بالمعرض جماعي. المعرض الجماعي حلو في شيء أنك أنت تستفيدي من خبرات الفنانين اللي حولك، تستفيدي من تجاربهم، تستفيدي من أسلوبهم، وبنفس الوقت تتعرفي على عدد أكبر من خلال الزوار اللي بيكونوا جايين ليحضروا هذا المعرض. فأنت بتزيدي من مساحتك الثقافية. صحيح. من خلال هي المشاركة. أما المشاركة المعرض الفردي هي تجربتك الخاصة، بتطرحيها بشكل أوسع، أفكارك بتطرحيها بشكل أوسع، يعني تتعرف الناس على شخصك الحقيقي وأعمالك الحقيقية من خلال هي المعارض، أسلوبك الخاص فيك. أما المعرض الجماعي بتستفيدي أنت من أساليب باقي الفنانين، هذا بيكون الفرق بيناتهم. خلينا هيك نتوسع اكثر بموضوع المعارض الفرديه اللي قمتي فيها حضرتك. ايمت كان اول معرض؟ ونحكي عنهم هيك ولو سريعا، العناوين يلي اشتغلتي عليها ضمن معارضك الثلاثه الفرديه. المعرض الاول كان نفحات من روحي بالعام 2022. كان المعرض الاول هو خصوصي للمراه، يعني نفحات من روحي هو جزء مني كفنانه كانسانه، فكانت اغلب مواضيعي كانت هي عن المراه. اللي حاولت جسد من خلال هاي اللوحات ان المرأة هي ام، هي اخت، هي سند، هي اساس لكل شيء موجود في الحياة. هي كل شيء. كل شيء صراحة. هلق ما بدنا نقول انه نحن سيدات سيدات، بس هي الاساس، يعني هي ام، هي اخت، هي صديقة، هي سند. فانا المرأة بحسها هي بداية لاي شيء، ودائما دائما هي السند. السند اللي بيكون واقف بوجه اي مشكله بتتعرض لها، طبعا مع السند الاساسي اللي هو الرجل. طبعا تشاركيه القصه بالنهايه. تمام. فالمراه بتكون بالمواجهه مع الاطفال، والاب بيكون هو دائما السند اللي عم بيدفعها وبيساعدها. فانا خلال هذا المعرض ضويت على المراه من كل هي الجهات، انه المراه هي الام، هي الاخت، هي السند، هي الحبيبه، بنفس الوقت هي رمز من رموز العطاء بهي الحياه. المعرض الثاني كان مميز انه كان هو بحديقه عامه اسمه ظلال ملونه وغصان مزخرفه. حلاوته هذا المعرض كان مع معرض الكتاب، فنحن دمجنا ما بين اللغه المرئيه كلوحات واللغه المقروءه،
فانت من خلال اللوحه فيك تقري فكره وافكار اللي انا حابه اطرحها، ومن خلال الكتاب فيك تجسديها لهي الرؤيه بالاحرف والكتابات والجمل. فكان معرض جميل انه حديقه عامه، فانت اجت لعندك مجموعه من الناس من مستوى مختلفه في المستويات، يعني مين ما فات على هي الحديقه فات شاف معرضك، اعطاكي رايه، اعطاكي فكره، اعطاكي حفزك، اعطاكي انتقاد. ممكن الانتقاد يجي من شخص مثقف من شخص غير مثقف، حديقه فرح تضم كثير من الناس. فرق بين المعرض مثلا بمركز ثقافي رح يجوا محدودين او اصدقائك مستوى معين من الناس، اما المعرض هذاك انا حبيت فيه شيء انه انت شفتي كل طبقات الناس، حتى الاطفال فاتوا شافوا المعرض كان لهم حتى اراء انه هي حلوه هي فيها انا فهمت فيها. انبسطني انه اللوحات كانت الكل قدر يقراها، هذا الشيء اللي حبيته. كان في بساطه بطرح المواضيع معناتها. انا دائما ما بحاول اعقد اللوحه، يعني بحب مين ما شافها يقدر يقراها لحتى توصل افكاري. انا ما بدي افكاري تكون مغطاي ما حد يقدر يقراها لحتى يقدر يعرفني، لحتى يقدر يعرف اللوحه لتكون اقرب له، مشان انت تقرايها بلغتك ممكن انا عم اقراها بطريقه وانت تقرايها حسب الاحساس بالنهاية توصل. بس بالنهايه في شيء واحد بيصل للكل بتحسي بالله من خلال اللوحه. هلا شوي ثاني حنشوف اكيد بعض اعمالك على الشاشه. ذكرتي اليوم انت ضمن الحديقه كان في اراء ايجابيه كان في انتقادات، اليوم انت هدول الانتقادات كيف عم تتقبليهم؟ هل عم تروحي للتصليح بنقاط معينه انه انت معكم حق بهي النقطه انا حاتلافاها بالمعرض الثاني؟ اكيد اكيد. ليك الانتقاد اللي بينتقدك هو اللي بحبك، وخصوصا يوم اللي بيكون النقد بناء، النقد البناء يعني عم بيحاول يرتقي بعملك. انت بخلال العمل وقت بتصير تشتغلي باللوحه ما بتعودي تشوفي في نقاط ما تميزتيها، اللي بيجي من برا فورا بينتبه، فانت لا لازم تتقبل النقد شو ما كان النقد، ان كان سلبي او ان كان ايجابي، فانا بستفيد منه وبطور من حالي وبشكره. بما انه نقد معناتها نقد محب، اهتم. نقد بناء، نقد كرمال تطوير وليس أيوة. هدم معنويات لا لليوم. أكيد ما في، بس معناته هو اهتم للوحة صحيح، أهم اهتم يشوفها. حضرتك مثل ما ذكرنا بالمقدمة بتحبي الفن العجمي وبيستهويكي كثير، خلينا نحكي أكثر عن خصوصية هذا الفن أو هذا الأسلوب وشو بيميزه عن غيره. فن العجمي هو فن قديم، فن دمشقي موجود، الفن العجمي موجود بجامع الأموي، أماكن محدودة، بيوت الدمشقية القديمة. حلاوته هذا الفن أنه فن نافر، أنت عندك ثلاث لغات لتحاوري فيها اللوحة، اللغة البصرية واللغة الإحساس، أن أنت بتمرقي إيدك فوق اللوحة بتحسي في موسيقى تحت أصابعك عم تلعب، مو بس لغة اللون الألوان، حتى الحركة هي بتعطيك جمالية، يعني البعد الثالث من خلال هالنفور. وحبيت أني أدعم لهي اللوحة أكثر، أدعم هذا الفن لأنه فن فعلا جميل، مو بس نعتمده كحرفة لا، حتى باللوحات أنه بيعطيك جمالية بيعطيك إحساس، بيجي الضوء على اللوحة العكاس الظل والنور لهذا النفور صحيح. بيعطيك بعد ثاني أنت مو شايفتي. عم شوف بعض اللوحات على الشاشة فيك حضرتك تشوفيها من هاي الشاشة، نحكي شوي عن الرسومات اللي عم تظهر على الشاشة. مثلا هي عندما تلتقي الأرواح اللوحة، هي اسمها الانتظار. شو ناطرة؟ دائما المرأة موعودة بالانتظار. هون مثلا العائلة، شجرة العائلة، الأم دائما في المواجهة، هي الأساس، هي الشجرة اللي بتعطي الحب. هي هون كمان عن المرأة، المرأة هي الأم، الوردة اللي بتلاتها هن كل شيء حواليها لهي الأم، هن الوجوه، وجوه المرأة. هون تحولت العمل يدوي اللي مرقت، هي بيت دمشقي عجمي. كل لوحاتي بالعجمي. هون في إطار للوحة، إنه اللوحة مو بس لوحة، كمان في إطارها معمول عجمي. هي عند تعانق الليل والشمس والقمر، هي التمسك بالعادات والتقاليد الأساسية اللي نحن شوي شوي الشعب تحسي في عادات حلوة صارت الناس تنساها، فنحن لازم نرجع للأصول، هي التمسك بالأصول. هي اللوحة هذا بيت دمشقي بس خارجي،
البيت الدمشقي هون بحسه عم يحكي حكاية. هون المرايا انه العجمي انا مو بس لوحات كمان كتحف فنية فيك تحطيها. هون رائحة الياسمين هي اللوحة اسمها. عم شوف تنسيق حلو بالالوان يعني كان بالعجمي وكان هون طاولة زهر. زهر بتعرف تلعبي طاولة؟ ايه. طيب هاي من المعرض اللي كان بالحديقة اللوحة. خلينا هيك تغريد سريعا، يعني اليوم هذا العمل له تكلفة بالمقابل المادية، واليوم هل تسويقيا انت عم يكون يعني خلينا نقول انه هذا الفن التشكيلي عم يكون مصدر رزق لإلك؟ يعني الحمد لله ماشي الحال يعني. عم تقدري تعوضي اليوم النفقات المادية بالتحضير اللي كان للمعارض او للرسم؟ معلش عم نحكي يعني نحن بنعرف بنستضيف كثير من الفنانين ودائما في معاناة انه في غلاء بالمواد الاولية، واحيانا بيكون المعرض خاسر ولكن راحت القصة للمحبة والهواية. ايه هي صراحة انه التكلفة المادية انا عندي زايدة، يعني فوق الالوان عندنا في شيء اسمه المادة الاساسية اللي عجمي كمان غالية، موادها غالية، فبتكون التكلفة كتير. بس مثل ما أنت حكيتي إنه يعني ما قدرنا نجيب المردود المادي، فعم نجيب المردود المعنوي. معنوي؟ لابد ما يجي المادي. مين دعمك اليوم؟ دعمي الأساسي هو زوجي. زوجي دعمي الأساسي هو عائلتي، وزوجي خطاط فأنا بستفيد كمان من خبراته. وهو الدعم الأساسي اللي قدران يتحمل الظروف اللي عم نعيش فيها، بتعرفي تحضير للمعرض والعمل وركاض وتنقيل وعجقة البيت الألوان. بس هو شخص جدا مساند، وخصوصا أطفالي، مو أطفالي شباب. شبابي بس كمان هني مساندين، وهني اللي بيعطوكي يعني الناقد الأول هني للوحة. حلو هذا الحوار اليوم اللي بيصير ضمن العائلة الوحدة. أكيد بيغني. وخلينا نحكي قبل ما نختم مع حضرتك على النشاطات يلي عم تحضري لها، أو إذا في معارض مستقبلية رح تكون. إن شاء الله في معرض بحاول عم حضر له، معرض فردي، وفي معرض كمان عم نحضر له، هو معرض لطفلة من طلابي. هي طفلة صغيرة بس عندها قدرات كتير حلوة. قديش عمرها؟ عمرها صار بتصف أول. رح تعمل معرض فردي. حلو. فعم نجهز لهذا المعرض. وعندي مجموعة نشاطات أنا بعدني لحد الآن بنظام التدريس، فأنا مدربة بالمسرح المدرسي، وعم نجهز لوحات لمعرض كمان بالمسرح. إن شاء الله موفقة تغريد، ودائما نحن هيك بنتمنى أنه تنالي حضرتك وأي حدا عنده موهبة الدعم والإضاءة، إن كان إعلاميا وإن كان ماديا، لحتى تقدري تنجحي بهذا الحلم. ونشكر زوجك اللي مرافقك اليوم بالاستوديو عم بيصور قد إيه اليوم هذا الإحساس حلو بالدعم. شكرا لإلك، وشكرا لكل يوم رجل هو ساند للزوجة، إن كان بالحياة الاجتماعية إن كان بالحياة العملية. أكيد بدنا نشكر اليوم وجودك معنا الفنانة التشكيلية تغريد الشيباني، وكل التوفيق بأعمالك القادمة. كلكم ذوق، ويعطيكم ألف عافية، والشكر الكبير لكم كمان ولهالإضاءة الحلوة. بتمنى كل واحد يقدر يوصل بهدف معين حابب يحققه. إن شاء الله للجميع. شكرا. شكرا لك هلا.